مسؤولية لكل الناس. بدي الإنسان يحس حاله مواطن بالدرجة الأولى، يفهم شو يعني، شو هو مكانته وشو دوره وشو بيتطلب منه وشو حقوقه كل شيء. وبدي بالدستور الجديد يكون في قوانين تحفظ حقوق المرأة، وقوانين ضد الأهل يلي بيمنعوا بناتهم من التعليم، وضد الأهل اللي في بيغصبوا بناتهم مثلا على الزواج المبكر. مطلبي لسوريا المستقبل تكون دولة المواطن، العدالة، الحرية، المساواة، خالية من التمييز ضد المرأة. انه تعطى المرأة حقها بعيدا عن الشعارات الرنانة المرأة نصف المجتمع، الشعارات اللي تفرغت من محتواها، واهم شيء انه تعطى المرأة حقها كإنسانة، كأم، كزوجة، بعيدا عن العنف تجاه المرأة سواء من الأب أو من الأخ أو من الزوج. كثير من الزوجات يتعرضون للعنف وبحكم المنطقة كعشائر فلا تستطيع أن تدافع عن نفسها. في يتغير قانون الأحوال الشخصية أنه بيصير لصالح المرأة أكثر، ويبطل في تعدد زوجات، يبطل في أنه كل واحد فينا يتجوز أربعة. يتغير كثير شغلات بالقانون واحترام أكثر، وأنه يصير فيها مثلا ترشح حالة لرئاسة الجمهورية، ترشح حالة كوزارات. الحرية يعني نحن بس بدنا نكون أحرار، إنه ما يتم تهميش دوري، وإني شارك بأعمار سوريا المستقبل جنب إلى جنب مع الرجل، وإني أحصل على العدالة القانونية اللي بتحميني، وشارك باتخاذ القرار. مساواة، كرامة، عدالة، حرية، هدول مطالبي لسوريا الجديدة. إنه تأخذ حقوقها كاملة بالتعليم وبالدراسة بالعمل، تكون كامل حقوقها كاملة ما ينقصها أي شيء. بدي ما يكون في فساد، يكون في قانون حقوق الجميع، وكمان حرية.